ما هو اصله لو ما كانش فيه اختلافات ما كناش بقينا عايزين نقعد في حوار وطني، لان الكل يحمل نفس الرؤيه. طب ما خلاص هنعمل حوار وطني، هنعمل ايه؟ وانت لا تتحاور مع حبيبك او صديقك او من هو يقف في نفس زاويتك. صحيح، فلهذا السبب بيبقى في حوار وطني. طب انا يمكن وانا عايز اطول لحظه، معلش، انا شايف او استشعر او ارى او استنبط ان هناك تناغما حقيقيا ما بين الحوار الوطني وما بين لجنه العفو. لانه نعم. لو ما كانش في هذا التناغم ما كناش شفنا انه المعارضة اصبحت اكثر هدوءا في تناولها للحوار واكثر مرونة، وبالتالي يصبح الحوار بالنسبة لها اكثر جاذبية. بطبيعة الحال بص، المعارضة مش هتيجي تدي فك براءة كده او ورقة بيضاء للحكومة، هذا منطق يعني يناقض الاشياء الطبيعية. منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني في 26 إبريل 22، وتم في نفس اليوم تشكيل لجنة العفو الرئاسي، سوري مش تشكيل، إعادة تفعيل اللجنة. إعادة تفعيل اللجنة، وهذا التفعيل أدى منذ هذا اللحظة وحتى الآن إلى إطلاق حوالي 1400 محبوس. صحيح. في كل اجتماع لمجلس الأمناء كان يناشد السيد الرئيس اطلاق اكبر قدر من المحبوسين في اطار القانون، وحينما كان يتم الفرق كنا نحيي ونرحب على هذا الخط ونطلب المزيد. في كل المرات فعلنا ذلك، وانا اظن ان الحكومه والدوله والرئيس والاجهزه المعنيه كلهم في مجالي كان هناك جهد حقيقي لا ينكره الا جاحد في هذا الملف، لانه اكثر تطور حصل كان هو ده، واظن ان ده اكثر عامل مهم شجع المعارضة على الاستمرار في الحوار، وهو الذي شجع على رفض كل الدعوات التي طلبت الانسحاب أو التجديد أو ما إلى ذلك. وأنا أتذكر أستاذ عماد أنه في البداية خالص أنه كانت المطالبات بتاعة المعارضة أنه إحنا مش بنتكلم على عدد أسماء، بضع أسماء، إحنا بنتكلم على مئات حتى نستطيع أن نشعر بأن الحوار مثمر. فالنهاردة إحنا بنتكلم على أكثر من 1400، يعني ده اللي وصل لي صح؟ صحيح. نحن نتمنى انه يبقى في تصفيه لهذا الملف كامل حتى تهدأ النفوس اولا، وحتى يتوقف هذا الورقه. كما تعلم استاذ يوسف، للاسف الشديد الخارج، بعض القوى المناوئه في الخارج تبتز مصر بهذه الورقه ظلما وعدوانا، تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وهي بعيده تماما عن فكره حقوق الانسان، لانها تنتهكها في اماكن كثيره اخرى. وبالتالي حينما نطالب ونتمنى ونناشد بتصفية هذا الملف وإغلاقه، ده من أجل مصر أولا وحتى يتوقف التربص بنا ثانيا.